بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج المسافه الاجتماعيه الذي ينتج ويبث عبر قنواتكم الثلاث تلفزيون قطر قنوات الريان وقنوات الكاس واذاعه قطر واهلا بالجميع وترحيب ايضا موصول لزميلنا في لغه الاشاره شريف سامي. نعم اذا مشاهدينا بالامس ولله الحمد دخلنا المرحله الثانيه من رفع القيود المفروضه لمواجهه جائحه فيروس كورونا. ونحمد الله عز وجل على هذا الانتقال اما الان فنتوجه بكم الى المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزاره الصحه العامه لمتابعه اخر مستجدات وباء كورونا في دوله قطر فالى هناك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله نبدا المؤتمر الصحفي الخاص بوزاره الصحه العامه حول اخر مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 في دوله قطر يشارك في المؤتمر اليوم الشيخ الدكتور محمد بن حمد الثاني مدير اداره الصحه العامه يتفضل الان الدكتور محمد بشرح العرض التفصيلي تفضل دكتور شكرا لك محمد بارك الله فيك آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يصادف هذا الأسبوع مرور قرابة سبعة أشهر على بداية جائحة كورونا في الصين في ديسمبر 2019 وبدأ العالم في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بدءا من الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية وانتهاءا بالرفع التدريجي للحظر المفروض ولقد قطعنا شوطا طويلا في قطر منذ ظهور الحالة الأولى في 29 فبراير 2020 الى حين تسجيل أكثر من 86 ألف حالة تعافي من قرابة 100 ألف إصابة، ويعد هذا إنجازاً استثنائياً ينبغي لنا جميعاً أن نفخر به. ولقد تمكنا أيضاً من الحفاظ على واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم، حيث تم تسجيل ما مجموعه 118 حالة وفاة حتى الآن. ونحن نشهد منذ أسابيع انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها يومياً. وكذلك انخفاض في عدد المرضى الذين يتم ادخالهم الى المستشفى والى وحده العنايه المركزه ومع تخطي مرحله الذروه بدانا برفع القيود المفروضه تدريجيا وبحذر شديد وذلك بهدف السيطره على انتشار الفيروس والاستمرار في الحفاظ على جميع الاجراءات الوقائيه والاحترازيه مثل التباعد الجسدي واستخدام الكمامات من اجل منع انتشار الفيروس وتفادي حدوث موجه وبائيه جديده للمرض ونحن نعول في ذلك على التزام الجميع قطريين ومقيمين من اجل السيطره على الوباء والعوده الى الحياه الطبيعيه ولقد قامت وزاره الصحه العامه بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكوميه بنشر مجموعه من المبادئ التوجيهيه بشان التدابير الوقائيه والارشادات حول افضل الممارسات لضمان رفع تدريجي امن للقيود وتنفيذ تدابير فعاله لحمايه المجتمع ويستند هذا الرفع على عدد من المؤشرات الأداء الرئيسية والتي تعتبر نتيجتها أساسية لاستمرار رفع المراحل القادمة. وفي حال تأثر أحد المؤشرات يمكن إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية. من أهم المبادئ التوجيهية بشأن التدابير الوقية ينصح الفئات غير المحصنة بما في ذلك الأشخاص الذي تزيد أعمارهم عن ستين عاما والنساء الحوامل وأولئك الذين نعون من أمراض مزمنة بالبقاء في المنزل والحفاظ على مسافة متر ونصف كحد أدنى بين الأشخاص وأيضا تخصيص مساحة تسعة أمتار مربع على الأقل لكل شخص في الأماكن المغلقة وتجنب المصافحة والمعانقة أو التقبيل مع الالتزام بالفحص الحراري واستخدام تطبيق احتراز وايضا لبس الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهم بانتظام وتجنب لمس العينين والانف والفم بايد غير نظيفه والتنظيف والتطهير المنتظم للاسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. وبخصوص الاجراءات الاحترازيه الخاصه اولا التجمعات. تحديد عدد الاشخاص في التجمعات بخمسه اشخاص كحد اقصى في الاماكن الداخليه وعشره اشخاص في الاماكن الخارجيه. زياده التهوئه في الاماكن المغلقه ان امكن. ثانيًا المساجد. الاستمرار في اغلاق دورات المياه واماكن الوضوء، وتشجيع المصلين على احضار سجادة الصلاة والمصحف الخاصين بهم او استخدام تطبيق الهاتف لقراءة القرآن الكريم. ثالثًا القوارب الخاصة والمستأجرة. الحد من عدد الركاب على متن القارب إلى عشرة أشخاص كحد أقصى، وتجنب اختلاط راكبي القوارب المختلفة في البحر. رابعًا السفر والرحلات الجوية. ينصح بعدم السفر في هذا الوقت وعلى المسافرون الاطلاع على قواعد الحجر في بلد الوصول قبل السفر والتزام بمتطلبات الحجر الصحي خامسا الرياضات الاحترافية تحديد مساحة 16 إلى 36 متر مربعا لكل شخص في أماكن التدريب والحفاظ على مسافة آمنة من مترين إلى ثلاثة أمتار بين الأشخاص أثناء التمرين التدريب في مجموعات صغيرة تصل إلى عشرة أشخاص كحد أقصى في الأماكن الداخلية وخمسون شخصا في الهواء الطلق سادسا الأنشطة في الحدائق العامة والكورنيش والشواطئ يسمح للأفراد التواجد في تجمعات لا تزيد على عشرة أشخاص والتأكد من المحافظة على مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار عن الآخرين عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق سابعا الأسواق وأسواق الجملة ومراكز التسوق الحد من المعاملات النقدية وتشجيع استخدام بطاقات الدفع واستخدام الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية والإنترنت ثامنا المطاعم يمنع تقديم خدمة البوفيه أو خدمة الطعام الذاتية والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين الطاولات مع منع الشيشة. تاسعاً المتاحف والمكتبات بدء العمل في المتاحف والمكتبات بسعة قصوى 50% مع وضع علامات تباعد على الأرض متر ونصف. عاشراً العودة الآمنة إلى العمل. تواجد 50% من الموظفين كحد أقصى في موقع العمل. وتقتصر الاجتماعات على عدد خمسة أشخاص كحد أقصى في نفس الغرفة، مع تجنب استخدام نفس المكتب من قبل عدة موظفين. أخيراً مرافق الرعاية الصحية الخاصة. يجب ألا تتجاوز القدرة التشغيلية للمرافق الصحية عن 60% من إجمالي الساعة، مع توفير معدات الوقاية الشخصية لجميع العاملين، وتخصيص 30 دقيقة على الأقل بين المواعيد لتفادي الازدحام، وضمان توفر الوقت الكافي لتنظيف وتطهير العيادات والغرف. لقد قام وباء كورونا بتحويل جميع المواطنين والمقيمين الملتزمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة منهم المتطوعين إلى نجوم وأبطال نعتز بهم ونقدرهم أيما تقدير وباسمهم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع خطوط الدفاع الأمامية في مواجهة وباء الكورونا كما نشيد بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن هذا الوضع المبائي في حاجة إلى نهج جماعي يضمن التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل التصدي بالشكل المناسب والسريع لهذا التهديد ولقد شاركت جميع الوزارات في الدولة في هذا النهج الجماعي إلى جانب المؤسسات الصحية والأكاديمية والبحثية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفي الختام نود تذكير الجميع بأن نجاحنا في المرحلة الثانية للفتح التدريجي ورفع القيود هو الضامن للمرور الامن الى المرحلتين الثالثه والرابعه وشكرا لكم جميعا وفي حفظ الله ورعايته شكرا للدكتور محمد على هذا الشرح نبدا بطرح الاسئله دكتور السؤال من تلفزيون قطر مع بدايه تنفيذ المرحله الثانيه من خطه الرفع التدريجي للقيود المفروضه جراء فيروس كورونا ومع زياده اقبال الناس على ارتياد المجمعات التجاريه والاماكن العامه وغيرها وايضا اصطحاب الاطفال ما هي ابرز التوجيهات التي تنصحون بها لتقليل مخاطر العدوى. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم هذا سؤال مهم جدا لان احنا في الفتره القادمه حريصين جدا ان هذه المرحله الثانيه تعتبر المرحله الاولى الفعليه لان الناس بدات تتخلط مع بعض في المجمعات والاسواق والحدائق العامه. واحنا ننصح الجميع اهميه التباعد في الفتره الحاليه وعدم الاقتراب من تجمعات كبيره. يعني كما وصينا عدد الناس في المكان طلق عشر أشخاص لا يكون عدد كبير عشان ما تنتقل العدوى بين الناس وأيضا نوصي بشدة على أن أصحاب كبار السن والأشخاص اللي عندهم أمراض غير معدية وبشكل أكثر من مرض الابتعاد عن أماكن التجمعات لأن في عليهم يعني يعني خطر أكثر من غيرهم في هذا الموضوع أما بالنسبة للأطفال نوصي أنهم ما يجمعون بتجمعات كبيرة إما في الحدائق العامة أو في البيوت لأن وجدنا كثير من العدوات تحدث داخل البيوت فننصح بإيش تبقى العداد في البيوت قليلة مثل ما ذكرنا أكثر أقل من خمس أشخاص في المكان الواحد لان هذه مهمه لنقل العدوى، مهم جدا ان الناس تاخذ اتباع الكمامه في كل مكان تعقم غسلي بالصابون، هذه اشياء مهمه جدا للفتره الحاليه ونرجو من الجميع الالتزام عشان نستطيع أن نروح للمرحله الثالثه واحنا مطمئنين مع عدم زياده الحالات ان شاء الله. ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر، نشكر الدكتور محمد على هذا التوضيح، ختام المؤتمر الصحفي وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية للتعليق على ما جاء في هذا المؤتمر يعني الصحة العامة التي تتكلم عن دخول المرحلة الثانية وبداية من دخول المرحلة الثانية نغير أيضا استراتيجية برنامج المسافة الاجتماعية وأول ضيف يرح يعني يشرفنا في الاستوديو منذ انطلاقة برنامج المسافة الاجتماعية نرحب بالدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام هنا في استديو المسافة الاجتماعية فأهلا وسهلا بك في مسافة آمنة أكيد مسافة آمنة شكرا على الاستضافة ويشرفني أن أكون معكم دائما الله يبارك فيك أخير. وتسمح لي دكتور ننتقل يعني إلى زميلي عبد الله أكيد عبد الله عندك مزيد من الأخبار اليوم في أعداد جديدة صحيح سمعنا أخبارك قبل ما نناقش ما جاء وأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي دعونا نطلع على اخر الاحصائيات التي نشرها موقع كوفيد 19 قطر التابع للمؤسسه القطريه للاعلام البيانات الصحيه المتعلقه بفيروس كورونا وذلك بحسب ما اعلنته وزاره الصحه العامه عن تسجيل 894 حاله اصابه جديده مؤكده بفيروس كورونا كوفيد 19 وشفاء 2632 حاله خلال الأربع 24 ساعه الاخيره مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 86597 بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم 57 عاما و58 عاما و67 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مشاهدين الكرام كما تابعنا قبل قليل في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير اداره الصحه العامه بدانا وبحمد الله في المرحله الثانيه من مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضه للحد من انتشار فيروس كورونا وهي مرحله حساسه يعول فيها الجميع على خبراتنا في, اكتسا في التي اكتسبناها في التعامل الحذر والناجح مع هذا الوباء ولذلك نعمل بشكل مستمر من هنا في برنامج المسافه الاجتماعيه على التذكير باهم معايير التعامل الامن في هذه المراحل التي لا تعني زوال الخطر ولكن تعني الاتباع الواضح للاجراءات الاحترازيه لتفادي ايضا هذه المرحله. وللحديث عن هذا الموضوع نرحب مره اخرى بالدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، وسعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافه الاجتماعيه، ومثل ما ذكر زميلي عبد الرحمن مع بدايه المرحله الثانيه انت اول ضيف يشرفنا في برنامج المسافه الاجتماعيه، وسعداء الحقيقه بوجودك، وكذلك يعني نشكركم رساله شكر على هذا العطاء المستمر طيلة هذه الفترة الصعبة التي مرينا فيها ولكن تجاوزناها دكتور خلنا نتحدث أول عن بنود هذا المؤتمر كيف وجدت هذه البنود أنا أحب أبدأ من حيث ما انتهى الدكتور محمد ممتاز. في السؤال في جوابه على السؤال قال شيء مهم جداً اللي هو أن في بداية الأزمة صار فيه تعاون بين المجتمع ومؤسسات الدولة صحيح مؤسسات الدولة تقوم بفحص الناس واللي يطلع إيجابي يروح العزل ويطلع سلبي يروح البيت واللي عنده أعراض إلى المستشفى واللي ما عنده أعراض إلى الحجر المخالطين كلهم يتابعون كل هذه الأشياء قامت بها مؤسسات الدولة باشتراك كل مؤسسات الدولة خاصة في ذاك الوقت في البداية وزارة الصحة ووزارة الداخلية الناس أيضا كان عليهم واجب الواجب كان اتباع التعليمات عدم الخروج إلا للضرورة التباعد بين الناس آه، لبس الكمامات آه، غسل الأيدي دائما آه، عدم الاختلاط فالقيام الدولة بواجبها وقيام الناس بواجبهم هو اللي خلانا نتعدى مرحلة الذروة ونوصل إلى مرحلة الأولى من رفع الحظر القيود نعم الشيء الثاني اللي قاله آه وهو شيء مهم جدا طبعا اللي هو أن في قطر نسبة الوفيات رقم اثنين في العالم يعني إحنا سنغافورة رقم واحد عالمياً في قلة الوفيات إحنا رقم اثنين في قلة صح. الوفيات. هذا مؤشر, وهذا جابي. مؤشر ممتاز على متانة وقوة الخدمات الصحية في دولة قطر. الشيء الثالث اللي ذكره هو تعدى ذروة وهذا مثل ما ذكرت هو تعاون لكن تعدى ذروة هو واحد من المعايير اللي تساعدنا في اتخاذ القرار للدخول في المراحل المختلفة أيضاً قلة عدد الحالات. وقلت بدات تقل الحالات من زمان بس ما بدينا افتتاح اللي ما المؤشر التكاثر بدا يقل. فايضا هذا واحد من المعايير اللي استخدمناها عشان نص نوصل او نبدا في المرحله الاولى. جميل. فانا اعتقد جميل. المعايير كلها ماشيه تمام، في تعاون وثيق جدا جميل. وفي تحسن كبير جدا في التعامل مع الفيروس. جميل. دكتور يوسف يعني هي تعليق جميل على المؤتمر ولكن دكتور يوسف بما انك اول ضيف يخرج ويكسر يعني هذا الحصار المفروض على جميع ضيوف وسائل الاعلام في دوله قطر لابد ان نخرج ايضا من سياق الاسئله التقليديه يعني يعتقد البعض ومشاهدين الكرام ان الدكاتره ربما مثل بعض الناس العاديين مثلا قد يحدث منا تهاون قد يحدث منا تهور قد يحدث منا تاخير ولكن ذكرت قصة لنا قبل ما نخرج على البرنامج وقصة جميلة وود المشاهدين يشاركونا في هذه القصة لأنها فعلا قصة ترمز وتعطي درس واضح أن الاهتمام من سقف الهرم يدل على الاهتمام وهو من أدى بهذه النتيجة أن تكون أقل دولة بعد سنغافورة عدد الوفيات ذكرتنا أنك ما صافحت ولا لمست أحد من أفراد أسرتك من بداية أزمة كورونا صحيح الكلام نعم هو كان يوم أربعة كنت ألعب كورة في ذاك اليوم طلع مؤتمر صحفي فيه زيادة أو في وباء منتشر في السوق المركزي أنا طبعا ما شفت الخبر بس لما وصلت البيت زوجتي قالت لي أنه صار في أعداد كبيرة جدا واكتشفوه في السوق المركزي ذاك اليوم بعدها الفجر ما رحت ما رحت اصلي في المسجد ذاك والجمعه ما صليت ايضا هذا اسبوع قبل لا تعلن الدوله لذلك من ذاك اليوم ما صليت في مسجد إلى اليوم هذا شيء الشيء الثاني أن جزء من التباعد الاجتماعي اللي هو تسلم على الناس وهذا من يوم الأربعاء ذاك إلى اليوم عيالي ما يلمسوني في البيت لا وهم طبعا يخافون علي وأنا أيضا أخاف عليهم لأن أنا أشتغل في مستشفى صحيح. لذلك في البيت ما يلمسوني أبدا فهذا واحدة من الأشياء يمكن اللي قللت نسبة العدوى في البيت عندنا الحمد لله رب, الحمد لله رب العالمين طيب لا قصة أه معبرة بعد هذا شرائك عبدالله صحيح أكيد هذا دليل بأن الأطباء يعني يمكن يقومون في شيء حتى ما بعد الذهاب إلى العمل حتى في البيت يكون عليهم أيضا واجب وهو الخوف على الأسرة من انتقال هذه العدوى ونعلم أن الجيش الأبيض هو دائما في الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء الله يزول بإذن الله القريب العجل الله. دكتور المجتمع يتساءل لماذا الان هنالك اربع مراحل؟ لماذا الان بدانا في الانفتاح التدريجي للاجراءات الاحترازيه؟ الم يكن فيروس كورونا فتاك وكان خطير وكنا دائما ننصح بالتباعد الاجتماعي، المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه يوجد فيها بعض التجمعات ومسموح فيها بتقليل القيود، لماذا الان دكتور؟ زين كلام مهم جدا، صراحه يعني لازم نفصل الواجب مثل ما بدينا ان في واجب الدوله في واجب المجتمع. جميل. الان واجب الدوله تغير لانه صار فيه اه انفتاح اكثر. لكن واجب الفرد ما تغير. واجب الفرد الى الان الى اليوم لما يطلع ما يطلع الا للضروره. واجب الفرد اذا طلع لازم يلبس الكمام سواء كان قبل او بعد او في المرحله الاولى او الثانيه. واجب الفرد التباعد الاجتماعي ما يقترب من اي حد. اقل من متر ونص الى مترين ما يروح التجمعات اذا راح مجمع او منطقه او مبنى لازم يفحصون عند الباب احتراز ودرجه الحراره فهذا الواجب الفردي ما تغير كما هو وسيستمر لمده مده قادمه ايضا واجب الدوله تغير اللي هو بدأوا يسمحون لبعض الاشياء منها قلنا خمس اشخاص ايش الفرق الان بين الخمس اشخاص الان والخمس اشخاص قبل هذين الخمسه اشخاص لما يجتمعون في المجلس يلتزمون بنفس المعايير هذا الواجب ما تغير يجلسون صح في المجلس بس في تباعد اجتماعي الكل لابس كمام وما يسلمون على بعض ما حد يلمس الاخر لذلك هذا ايضا يحد من الانتشار واحده من المعايير اللي هي معامل الانتشار في بدايه الوباء كان معامل الانتشار ثلاثه كل عشره يعدون ثلاثين الثلاثين يعدون تسعين التسعين يعدون 270 فهذا ينتشر المرض بما أن الدولة والجمهور التزموا بالتعليمات سابقا معدل الانتشار نزل إلى سبعة من عشرة متف. الآن العشرة <applause> يعدون سبعة والسبعة يعدون أربعة والأربعة يعدي واحد هذا معناه أنه ما في انتشار لكن لنفترض ان الناس قالت اوه ممتاز سبعه من عشره خلينا نسوي اللي نبغيه بيرجعون ما على في بيرجعون هنا المشكله معدل الانتشار بيرتفع مره ثانيه الى ثلاثه وبيصير في اعداد هائله من الناس وبيصير في اعداد كبيره من الناس تدخل المستشفى واعداد اكبر بتدخل على المركزه سبب الدخول الاكبر للمركزه المركزه مهم جدا الان اثباته هو ان في المرحله الاولى كان المريض المرض منتشر اكثر بين العماله وهذه ناس شباب ما عندهم امراض مزمنه. نعم. وعدد كبير منهم اصيبوا. لا ومفحوصين جيدا بقانون الدوله، قانون الطبي الى اخره. نعم. فما دخل الدوله الا هو مستكمل الشروط. بالضبط. الان اذا انتقلنا الى المرحله اللي احنا فيها الان، اللي ما عندهم المناعه اللي اصيبوا قليلا في المرحله السابقه اللي هم المواطنين والمقيمين وعائلاتهم. وهذا الأكبر عمرا فيهم امراض مزمنه، الضغط أكيد. والسكري والقلب. لو انتشر فيهم بيكون نسبة دخول المستشفى أكبر نسبة الدخول للعناية المركزة أكبر ومع الأسف نسبة الوفيات بيكون أكثر لذلك الآن إحنا لازم نكون ملتزمين أكثر من السابق صحيح. لأن في خطورة أكبر من السابق بمعنى مع أن معدل الانتشار قل بما معنا دكتور نتعايش ولكن بالالتزامات والإجراءات الاحترازية المفروضة منذ بداية الأزمة ولكن نتعايش معه بقوانين جديدة بانفتاح تدريجي صحيح الآن لو التزمنا وتعايشنا مع الفيروس بهذه الطريقة هذا بيساعدنا على الوصول إلى المعايير اللازمة للوصول للمرحلة اللي بعد بإذن الله لكن إذا صار في عدم التزام بتزيد الأعداد فنرجع مرحلة الوراء يمكن نرجع للمرحلة الأولى إن شاء يمكن الله حتى نرجع أكثر إن شاء الله ما نرجع لها يا دكتور بإذن الله وأنا أتوقع الله. أن نجاح المرحلة الأولى هو دليل على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازيه وهذا دليل هذه النقله من المرحله الاولى للمرحله الثانيه. انا عندي سؤال عن المعادله دكتور، يعني انت تقول عشره يعدون سبعه واربعه يعدون واحد، هذه كيف حسبناها احنا؟ يعني اربع اشخاص شلون يعدون واحد؟ ما. ليش ما يعدون اثنين؟ ليش ما. ما يعدون ثلاثه؟ هل هي نسبه وتناسب بعدد الاصابات وعدد الشفاء دكتور مثلا او هي نسبه عدد المفحوصين يعني 6000 شخص فحصناهم او 4000 شخص او 3000 شخص، كيف المعادله؟ هي معادله معقده صراحه، حتى نعم. اللي انا يعني خبراء طب المجتمع والاوبئه هم يستخدمونها، في عده ارقام تستخدم وبعدين تحط على رسمه بيانيه ويستنتج الرقم، الرقم مستنتج مش محسوب. يبقى إيه بس دكتور انا لما اقول الاربعه يعدون واحد، اقول مثلا العشره يعدون سبعة نعم عشر أشخاص يعدون يعني أشخاص نعم. لو أخذت النصف مثلا الخمسة يفترض أنهم يعدون ثلاثة نعم. بناء على هذه المعادلة صحيح. عشرة نعم. ينتقل الوباء إلى سبع أشخاص صحيح. ولكن أربعة ينتقل إلى واحد هل هذا هل هي دراسة للفيروس أنه أصبح في مرحلة ضعف لا ينتقل بشكل سريع؟ سؤال مهم الفيروس كما هو كما كانت قوته سابقا ينتشر بنفس الطريقة ويعدي بنفس الطريقة الفرق الوحيد هو التزام الناس بالتباعد وتعليمات وزارة الصحة هذا اللي خلى الفيروس ينتشر أقل مش أضعف هو الفيروس كما هو ما تغير لكن قوة الانتشار تغيرت وقوة الانتشار لها عل علاقة بقوانين الدولة وتطبيقها والتزام الناس بهذه القوانين طيب الدكتور اليوم نقرأ في الأخبار وأنت كيد مطلع أن اليوم أعلى نسبة انتشار وإصابة فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة نعم. منذ بداية الأزمة نعم. هل ممكن أو هل سبق لبعض الدول القريبة من يعني تركيبة السكانية لقطر والجغرافية أن رجعت إلى مثلا مرحلة تعدتها مثلا كانت مثلا المرحلة الأولى ثانية ثم رجعت إلى الثانية أو الأولى نعم هو يعني أنا ما أحب أستخدم تركيبة السكنية لأن الفيروس لما يدخل جسم الإنسان ما يهمه هذا إيش يشتغل ولا كم عمره ما يهمه، أيوة. هو يدخل جسم الانسان الحي وبيسوي اللي يبغى يسويه في الجسم وبيضره. لذلك مش مهم صراحه ان نعرف اذا كان تركيبه السكانيه او عمر الشخص، يهمنا عمره عشان ايش بيحتاج خدمات، صحيح لكن الفيروس ما يهمه هذا الكلام. انت اذا ما اتبعت التعليمات اللازمه، اذا الجمهور ما اتبع التعليمات اللازمه بيبدا ينتشر مره ثانيه. اللي صار في امريكا اللي احنا نقول إن المفروض الناس ما تسويه. اللي هو عدم التزام بالتعليمات صحيح عدد كبير من الناس يختلطون هم بعد يسوون اشياء مع الاسف غبيه ايضا يسوون حفلات نشر المرض يعني اللي طلع في احدى محطات الامريكيه اليوم ان يتفقون يجمعون فلوس يتفقون مجموعه من الناس يجيبون واحد مصاب ويختلطون يحتفلون اعوذ بالله واول واحد يصاب ياخذ مكافاه الفلوس اللي ياخذها لا رهان يعني تحدي بالضبط شيء مثل التحدي نعم وهذا طبعا شيء خطير جدا هو الوعي الثقافي لافراد المجتمع ايضا له دور نعم. في انتشار هذا الوباء آه بغض النظر عن عدد سكان نعم. العالم طيب دكتور احنا في قطر آه وضعنا الاربع مراحل والله الحمد تعدينا المرحله الاولى بسلام دخلنا الى المرحله الثانيه فنضع افتراضات نعلم أن ليس الجميع أكيد سيلتزم بالإجراءات نفس ما ذكرت أنا في المجلس ممكن كل واحد يحافظ على المسافة الاجتماعية ارتداء أو خلنا نقول غسل اليدين وغيره هل نحن مستعدين لما هو ممكن أن يكون أسوأ ما بعد المرحلة الثانية في انتشار في عدد أكبر مثلا البعض ممكن ما راح يلتزم راح يخرج بأكثر من خمس إلى عشر أشخاص من غير أي اجراء أه 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 الوقائيه الاجراءات الوقائيه أه المفروضه، فهل نحن مستعدين لمثل هذه الظروف في المراحل الاربعه الراهنه؟ نعم هو المراحل هذه المراحل الاربعه فيها تعاون وشراكه بيننا بين مؤسسات الدوله. الاماكن اللي بيحصل فيها هذا الاختلاط او اللي ما تلتزم بالقوانين مؤسسات الدوله المسؤوله عنها ستقوم بعمل اللازم حسب القانون في قطر. الاشخاص اللي لا يلتزمون ايضا وزاره الداخليه عندها في نظام وفي قانون سيقومون بعمل اللازم مع الاشخاص اللي ما يلتزمون بهذا النظام. اذا لا سمح الله صار ان في ازدياد في معايير والمعايير هذه احنا نراجعها يوميا نشوفها. فالمعايير منها زياده الاعداد منها زياده اعداد اللي يدخلون المستشفى منها زياده عدد المرضى الموجودين في العنايه المركزه. كل هذه المعايير واخرى ايضا معايير اخرى كلها موجوده ونتابعها يوميا ممتاز. اول ما يصير اي تغيير في هذا نرجع الى خطه العلاج او كيفيه التعامل ممتاز. وكيفيه التعامل عندنا خبره صار لنا ثلاث شهور اكيد فاحنا نعرف نتعامل مع اي نوع من ازدياد العداد في اي منطقه في قطر ونقدر نتعامل معها بسهوله جدا وحنا باذن الله ان شاء الله ما نرجع للمراحل هذه وهذا اللي احنا ايضا نامل من الجميع ان شاء الله من خلال التزامهم بالإجراءات الاحترازية وأتوقع أن الجميع لاحظ هذا النجاح في المرحلة الأولى وهذا الانتقال للمرحلة الثانية وبإذن الله ننتقل إلى المرحلة الرابعة دكتور بعد التزام الجميع بارتداء الكمامة أصبح هناك أيضاً انخفاض في الأعداد وأعداد الإصابات هل هذا دليل على أن هذا الفايروس ينتقل عبر الهواء أو عبر الرداد وبي مسافات اعلى من متر ونص او مترين هو اللي ثبت نتكلم عن الثبت علميا نحن عندنا في الطب عشان تقول عن حاجه انها ممكنه او غير ممكنه لازم يكون عليها دراسات مثلا في سؤال عن هل عدوى الفيروس يسبب حصانه ما في دراسات فما اقدر اقول لكن هل الكمام يمنع انتقال الرذاذ نعم هل منع انتقال الرذاذ يمنع انتقال المرض نعم في دراسات وجهه نظرك دكتور هل هو سبب في انخفاض الاعداد نعم لبس الكمام طبعا هو لما الدوله تعطي تعليمات تعتمد على دراسات عالميه ممتاز فكل كل قرار تتخذه الدوله ان الجمهور لازم تسوون الشيء الفلاني مستند على بالضبط مستند على دراسات ومعلومات علميه عندنا لجنه علميه مكونه من خبراء في كل انحاء العالم يناقشون هذه الاشياء وهم يعطونا اقتراحاتهم ان هذا الشيء صحيح. ثبت نسويه، هذا الشيء في شك بس ممكن تطبقونه اذا تبغون احترازي مثلا بالضبط ممكن. احترازي لكن الشيء الثابت دائما نطبقه وهو مطبق عندنا والكمامه فعلا 100% تمنع انتقال سهلت. ما نقدر نقول 100% تقلل كثير جدا من انتقال الفيروس من شخص الى شخص. هي لابد يعني دكتور اذا اتفقنا او اتفقوا على ان الرذاذ والمسبب فاي حائل يحول بين الرذاذ وبين شخص اخر طيب يعني دكتور احنا ودنا نستفيد من وجودك يعني انت يعني ضيف مميز يعني في تاريخ هذا البرنامج نصائح يعني في ختام يعني هذه المقابله الطيبه للجمهور خصوصا اقبالهم نعم. على المرحله الثانيه نعم طبعا لما الدوله تبدا تفتح هذا بسبب المعايير لكن مثل ما قلنا في البدايه ان في مسؤوليه على الجمهور وفي مسؤوليه على الدوله. الان مسؤوليه الجمهور التزام انا شفت كان يوم واحد سبعه طبعا الناس كلها كانت على البحر، فانا طالع مش عشان شيء عشان اشوف الناس شو تسوي. كان في معظم الناس ما يلبسون كمامات، طبعا ممكن تقول لي حر ورطوبه يعني اذا انت تبغي تستفيد من الخروج الخروج <applause> لازم تلتزم بالتعليمات اذا ما دي. تقدر تلتزم بالتعليمات في البيت بالضبط تقعد في البيت نعم, فكان في اعداد كبيره غير ملتزمه بالتعليمات الان المجموعات اللي كانت مع بعض هل هذه عائله واحده او اكثر من عائله انا ما ادري لكن لو كانت عائله واحده طبعا الخطوره اقل بكثير لان هذا نفسهم كانوا في البيت بيت واحد مم. لكن مم. اختلاط عائلتين وتقاربهم بهذه الطريقه ممكن يكون خطر بس هذا مش حيبين الا بعد اسبوع ما يبين الان بعد اسبوع دكتور نعم بيبين بعد اسبوع بعد اسبوع نعم الان في شيء مهم جدا الناس يمكن ما تنتبه له انا عيالي اليوم راحوا مره في الاسبوع يطلعون يسوون التسوق فراحوا احد المجمعات بعد ساعه جاتني مسج سحب من مجمع ثاني انا على طول عرفت ايش اللي حصل لما وصلوا المجمع الاول كان زحمه مع الاسف انا لاحظت على الجمهور ان هذا الشيء ما ينتبهون له اذا رحت البحر او رحت المجمع او رحت الميجس أو رحت أي مكان أو حديقة أو الكورنيش إذا كان في زحمة ارجع البيت أبعد أو غير مكانك بالضبط أو اختار مكان آخر إذا ما حصلت مكان آخر حياتك أهم من أنك تطلع برا ارجع البيت اختار الأوقات اللي فيها ناس أقل أيضا عيالي لما يروحون يعرفون متى الزحمة إذا هم يعرفون وأنت أبوهم دكتور يوسف مين ما شاء الله فلذلك أيضا اختار الأوقات اللي فيها ناس أقل لأن ممكن أنت تختار أوقات في ناس أقل ممكن اذا رحت مكان زحمه ترجع، فانا هذه الوصيه اذا انت تبغي تطلع التزم، اذا شفت الزحمه غير مكانك او ارجع للبيت. نعم، اذا التزم واختر وقتك وابتعد عن آه الازدحام، ودائما نذكر بان المراحل الاربعه مرهونه بالتزام الافراد والمجتمع، اخرج ولكن عد الى منزلك بسلام. دكتور يوسف، المسلمان المدير الطبي لمستشفى حمد العام شكرا جزيلا لك طبعا تشرفنا أكيد بتواجدك كأول ضيف في برنامج المسافة الاجتماعية وشكرا على النصائح التي نتمنى أن يستفيد منها المتلقي بإذن الله من الجماهير بدخولنا المرحلة الثانية وبإذن الله نجتاز الأربع مراحل بسلام وأنا أذر يشرفني مشاركة معكم في البرنامج الله يطول عمرك نعم اذا مشاهدينا الكرام ننتقل معكم الى هذا الفاصل ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا في برنامجكم برنامج المسافه الاجتماعيه مشاهدي الكرام، رغم تخطينا هنا في قطر مرحلة ذروة انتشار الوباء، إلا أن أخبار الوباء في شقها المرعب لا تزال تتصدر الأخبار. فلو نلقي نظرة سريعة على أعداد الإصابات في العالم، سنجد مبرراً علمياً ونفسياً للذين يعانون من الذعر من الوباء. ولمناقشة هذه المحاور النفسية، يسرنا استضافة الدكتور خالد حمد المهندي استشاري نفسي بمركز دعم الصحة النفسية أهلا وسهلا بك معنا بداية دكتور، دكتور يعني لو تحدثنا عن كيف تلقى العالم الآن بعد أشهر أو يتلقى من وباء كورونا صدمة هذا الوباء خصوصا بالدول التي تمارس حظرا مرحليا على مواطنيها أو شعبها؟ لو تلاحظ ان الان اصبح اغلب الناس اللي هو الانتقال من الحظر الكلي الى الجزئي ومن الجزئي الكلي ايضا في الحظر الكامل لاحظ ان عندنا بقطر الناس اداره الازمات عولت على ثقافه المجتمع المجتمع لما تثقف المجتمع هي قضيه الحجر او الالتزام هي قضيه وعي عندما يتوعي الناس المواطنين والمقيمين انت تقلل من فرص وقوع المرض فنلاحظ ان عندنا رده الفعل وما نطلق عليه علم النفس الفرقي او علم النفس الفروق الفرديه عند الاشخاص لتقبلهم للازمات شلون يتقبلون الازمات دائما الناس يختلفون في تفاعلهم مع الازمات يعني في شخص يرى ان الازمه انتهت في شخص يرى ان الازمه في طور الانتهاء في شخص انه يرى ان ما في ازمه فهذه الفروق في التعامل مع الازمات تحتاج ان الشخص يتفاعل معها لو تلاحظ الان من بدايه ازمه كورونا هم يدرسون سلوك هذا الفيروس كيف يعمل هذا الفيروس شلون حياه هذا الفيروس شون ينتقل الفيروس بين الناس وبناء عليها يضعون الاجراءات الاحترازيه لانتقال الفيروس بين الناس غير هذا ان يعملون لتوعيه الناس ان يا جماعه الفيروس هذا طريقته فتجد دائما الفروق الفرديه في تعامل الاشخاص مع الازمات في كل انواع الازمات لاحظ ان في كايرو في كورونا ناس كثيره بدت ترى ان ما في ازمه اصلا بعد ما يصاب بالازمه تصير عنده رده فعل فنجد ان الاعداد تزيد وتلاحظ ان المؤشر بين زياده ونقصان نعم. بسبب الناس ازماتهم الانسان عنده قلق فيبدا يستخدم الاجراءات الاحترازيه في شخص اصلا ما عنده احساس بالمسؤوليه فبالتالي ممكن يصاب بهذا المرض نعم دكتور آه عمليه الربط بين القلق والوسواس والخوف ايهما اقرب القلق للوسواس او الخوف للوسواس شوف هو في الازمات بشكل عام في الازمه اللي هي نطلق عليها الازمه البي تي اس دي عندنا بعلم النفس نعم. اللي هو الاجهاد ما بعد الصدمه الصدمه النفسيه اللي هي الازمه اللي حصلت فيها كورونا يحصل فيها ان الناس يصابون بالقلق والخوف والاكتئاب ويصابون بالتعب والتوتر ما نتيجه دكتور. هذه الازمه يعني هل بي. في تشابه يعني انا اشوف القلق بمعنى الخوف او القلق بمعنى الوسواس انا قاعد افكر في الشيء وهذا يسبب لي توتر. القلق يعني ايه؟ يعني نعم. نعم يعني انا اتكلم هل هو ارتباط هل المسمى واحد ينطبق على القلق والوسواس والتوتر لا أو القلق او يختلف مثلا القلق يعني له له يعني له مراحل الوسواس له مراحل الخوف التوتر نفس الشيء لا في ال شوف في الازمات ال القلق والتوتر نتيجه الخوف يعني الاشخاص اللي يصابون بالقلق والتوتر تكون النتيجه هي انفعال الخوف ان يصاب يصاب الانسان بانفعال الخوف الوسواس هذا موضوع ثاني الوسواس ان الشخص يبدا يوسوس انه مصاب او انه يجب ان يقوم باجراءات احترازيه اكثر هذا موضوع اخر اللي هو عدم اللي هي المنطق عليه الحرص الزائد اللي هي اعلى درجات الخوف. آه التوتر والقلق مثل ما تفضلت اللي هو نتيجه نتيجته الخوف. يعني هو كله خوف. شخص توتر اي نعم. يعني دكتور ف... هو, ك... هو كله خوف لكن درجات. نعم يختلف التوتر في شخص تجد عنده توتر بس ما وصل الى النتيجه اللي هي الخوف،, الخوف. بس عنده م. توتر نتيجه امر ينتظر هذا الامر، خبر معين، خوفا من الاصابه بالمرض. فهذا يكون في حالة التوتر ما انتقل إلى المستوى اللي هي القلق ومن ثم النتيجة في النهاية أنه أصيب بالخوف، ليش؟ لأن نعم. الخوف هو إصدار الأمر بأن هذا الشيء أصبح مخيف ويجب الإنسان أن يبتعد عنه فيصير عنده انفعال الخوف، لأنه خلاص اقتنع قناعة كاملة أن هذا الشيء ممكن يؤثر عليه بالإصابة أو بالموت. نعم بعض الخوف يكون إيجابي يعني أنت لو ما خفت من الفيروس ما راح تلتزم بالإجراءات الاحترازية طيب دكتور أنت في نفس الموضوع ولكن ننتقل للوسواس القهري لبعض الأشخاص في التنظيف والتعقيم هل لا. يحتاجون تدخل طبي أو علاج ما بعد هذه الجائحة بأن راح يكون عنده هوس في التعقيم في التنظيف شوف دائماً اللي عنده وسواس لما يتعرض لأي ضغط حتى في الدراسة ضغط مجتمعي يزيد عند الوسواس القهري طبعا في الازمه هذه في ناس راح يصابون اثناء الازمه وفي اشخاص راح يصابون بعد الازمه خصوصا اللي حسب مثل ما قلت لك في علم النفس الفارقي او الفردي يختلفون في استجابتهم لهذه لهذا المرض، في بعضهم بعد الازمه بعد مرور ثلاثة شهور من الازمه يبدا عنده الوسواس اللي مثل ما تفضلت فيه اللي النظافه انه يبدا يعتقد انه لازم ينظف كل شيء وهذا ممكن انه يسبب مشاكل داخل البيت بجسمه يصير عنده تقرحات تصير ايضا بالبيت ممكن يفسد الاثاث البيت اذا كانت الزوجه تفسد اثاث البيت بكثر استخدامها للمواد التنظيف كل هذه الاشياء تؤدي الى نتيجه انها تعتقد انها تقضي على هذا الفيروس طبعا هذا الوسواس القهري يصل الى درجه من الضغط النفسي الشخص يشعر بانه ممكن يصاب ويبدا يعتقد في فهمة للفايروس الطريقة خاطئه ليش احنا نقول اتبعوا الاجراءات اللي وضعتها اداره الازمات عن طريق وزاره الصحه لان هذه كانت الاحترازات وفق دراسه سلوك هذا الفيروس سواء داخل قطر او حول العالم بدينا نفهم هذا الفيروس الان احنا الان في مرحله فاهمين للتعامل مع الفيروس نحتاج من الناس تطبيق. شيء من الوعي نعم و... ايه نعم تطبيق وارشادات بالنسبه للوسواس القهري المرضي اللي تفضلت فيه قد يحتاج ما يحتاج الى علاج سلوكي يحتاج الى علاج دوائي نحتاج يدخل دخول العلاج الدوائي حتى نسيطر على هذا مع العلاج السلوكي في بعض الاشخاص لا يكون خفيف ممكن التعامل معه بعلاج سلوكي ارشادات وتوجيهات ويبدا يتغلب عليها الشخص وتنتهي هذه المشكله بالنسبه جميل الدكتور خالد يعني خلنا نتكلم مثلا بعض الدول مثل عندكم بالكويت مثلا يعني يكون هناك حظر حتى الساعة مثلا السابعة أو الساعة الثامنة عندكم الحظر وباقي اليوم تكون مفتوحة المجمعات هل هذا نوع من العلاج النفسي أيضا التي تمارسها الحكومات على الشعوب بطريقة أكبر من عيادة مثلا يعني هذا نوع مثلا دراسة نفسية أيضا للمجتمع أن مثلا يكون في حظر يغلق كل شيء ثم في الصباح يفتح كل شيء يعني هل هذه له جانب نفسي؟ قضية الإجراءات في التعامل مع هذه الأزمة كل شخص يراها من الجهة المناسبة يعني يرى في بعضهم هي مدارس في علم السلوك أو ما نطلق عليه علم سلوك الجمهور في التعامل وفي الوعي في, ش... في ناس يقول لك لا أنا ما وعي الجمهور أنا سن قوانين واستخدم الحاجة إلى الضبط بحيث أني ألزم الأشخاص بأنهم ما يصابون بهذا الأمر في بعض الدول تجد أن العملية مناصفة بين الحكومه ووزاره الصحه او بين الاشخاص فان وعي وبنفس الوقت اقوم بعمليه حجر يعني في بعض الدول عولت على ثقافه المجتمع وعي المجتمع باني اوعي المجتمع وبالتالي المجتمع اذا صار عنده وعي انا اقلل من فرص وقوع لا. المرض فدائما التاشيرات او المؤشرات في النهايه تبين لي ان هل زاد أو قل أكيد. عندي هذا المؤشر بناء على وعي المجتمع. نعم، وبإذن الله نحن نتخطى هذه المرحلة بكل مشاكلها، دكتور خالد حمد المهندى استشاري نفسي بمركز دعم الصحة النفسية سعداء بهذه المداخلة وكذلك بما وجهت من رسائل لمشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعم، أكيد إحنا ذكرنا بأن الجانب النفسي هو مهم جداً, جدا نعم. في هذه الجائحة. قبل الجائحة وحتى ما بعد هذه أنا الـ عجبني عبد الله سؤالك حقيقة يعني فعلا من يتعود على نمط معين ويخرج عن نمط التوازن إلى الوسواس أو الوسواس القهري صح. كيف نستطيع أن نعود به إلى النمط الجيد والدكتور أعتقد جواب على هذا السؤال ومن الطبيعي أكيد عبد الرحمن بأن أنت التزمت في فترة بشيء يمكن كان جديد عليك فبعدها صار سلوك أيوة أصبح عندك سلوك وهوس فيه أكيد مش, مش سهل عليك أن أنت على طول بعد هالازمه ان شاء الله بعد ما تخلص جائحه كورونا ما انت ترجع الحياه الطبيعيه. بلا شك هو اشار الدكتور الى ان الوسواس القهري يحتاج الى دخول المصحه او يحتاج الى ادويه وعلاجات معينه وهذا مش عيب ترى، يعني صح. الانسان يمر في مراحل وقد يحتاج فيها الى طب ليرجع الى حياته الطبيعية فمن يرى نفسه وصل إلى هذه المرحلة الوسواس القهري أو التفكير الخارج عن الإرادة أنا أشوف أنه يراجع أخصائي نفسي مثل ما ذكر أيضا الدكتور خالد. وممكن نعم. هو ما يلاحظ هذا الشخص أنه هو اللي أصبح في وسواس قهري أيضا صحيح العائلة صحيح يعني لازم العائلة تتعاون في مثلا جهة معينة في وظيفة معينة في مركز معين التعاون بين أفراد إذا كان المسلمع. في حالات معينة نعم لأن هذا يكون خارج الدائرة ويرى أكيد. هذا الشخص نتعدى الحد المناسب صحيح الله يشفي الجميع ان شاء الله والله يبعد اللهم امين الوسواس القهري وايضا فيروس كورونا اذا مشاهدينا الكرام اكدت سعاده الدكتوره حنان محمد الكواري وزيره الصحه العامه على ان دوله قطر تجاوزت حاليا مرحله ذروه جائحه كورونا كوفيد 19 فيما يتواصل التناقض في اعداد التناقص عفوا في اعداد حالات الاصابه المؤكده بعدوى الفيروس. نتحدث الان عن السبل التي نستطيع من خلالها الوصول الى اقصى درجات الوعي المجتمعي لكل الفئات العمريه خلال مراحل الرفع التدريجي للقيود. ونتعرف على اهميه الاجراءات الاحترازيه في هذا التوقيت بالذات وذلك من خلال نقاشنا مع السيد حمزه الدوسري مدرب واستشاري تنميه ذاتيه اهلا بك معنا في برنامج المسافه الاجتماعيه بدايه مع رفع القيود التدريجي في دوله قطر هل هي اصبحت اصبح الزامي على المواطن والمقيم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه في هذه الفتره <applause> الله يحييك والمشاهدين الكرام ألف مبروك حقيقة للجميع وبتصريح سعادة السيدة اللي هي وزيرة الصحة بإعلان انتهاء هذه الفترة أو ذروة الفيروس أما بخصوص أنها أصبح على فرد إلزامي الدولة ما قصرت الدولة هي مثل القائد لو كنا كلنا في سفينة اعتبرنا أنفسنا في سفينة إحنا ربان السفينة جالس يوجه وهذا اللي حصل معانا ربان السفينه طول الفتره كان يوجه ويحاول ويضع الخطط ويضع الاشياء، الان وجب علينا اكثر من السابق، وجب علينا ان احنا نساعد في وصول سفينتنا اللي هي قطر لبر الامان، فما في شك ان اساسا حتى لو كانت الدوله او المسؤولين او الجهات الحكوميه تصفق بيد واحده فلن تصدر صوت لن تضح ما يكون في ذاك الاثر، بعكس ان احنا نصفق بيدنا تنتين ونتعاون كافراد صحيح. او كجهات حتى نصل باذن الله تعالى الى المرحله الرابعه ونتجاوز جميعا هذه الجائحه بصحه وسلامه وامن وامان باذن الله باذن الله، كيف نتجاوز هذه المراحل استاذ حمزه وخصوصا آه انه قد يكون هناك اهمال من البعض من مرحله الى مرحله واتوقع ان النجاح من المرحله الاولى وانتقالنا للمرحله الثانية هذا اتوقع انها نعمة والجميع يحمد الله على هذا الانتقال. ايضا التخفيف بالاجراءات الاحترازية ايضا هذه نعمة ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة ولكن كيف نعود انفس يعني انفسنا على التقيد بهذه الاجراءات ولكن بشكل منظم وبشكل مرتب يسمح لنا الانتقال من مرحلة الى مرحلة. ما في شك ان طول الانتظار ممل وطول الانتظار متعب ولكن لله الحمد لو راينا يعني قطر والدول الثانيه نحصل انه لله الحمد قدرنا نتجاوز هذه الازمه وذروتها بدون حظر وبدون مشاكل صحيح. كبيره صحيح. ومثل ما ذكر الدكتور يوسف في بدايه اللقاء ان احنا الدوله رقم اثنين في العالم في اقل عدد الوفيات فلله الحمد حققنا نتائج طيب هذه النتائج احنا الان بين امرين يا نواصل ونحافظ عليها ونزيدها صحيح. باذن الله تعالى ويستمر انخفاض هذه الاعداد أو احنا نساهم في انتكاسه لا قدر الله نرجع مره ثانيه مثل ما اصبح في بعض الدول الان اللي اصبح عندها عزل مره اخرى مثل ما حصل في مدينه ليستر في بريطانيا او حصل مثل ما ذكرت في امريكا فاصبح الان احنا الان ما ينفع نطالب بفتح الاماكن والانتشار وتقليل بعض القيود واحنا جالسين نهدم صحيح. لا يعقل ان شخص يحفر والثاني جالس يهد يعني يدفن هذه الحفره نعم. يدفن الحفره هذه فاحنا مثل ما كنا قادرين في البدايه ان مع بعضنا البعض نحاول ونساعد بعضنا ونؤازر بعضنا سواء في تواصلنا مع بعضنا سواء في استغلال الوسائل الموجودة أن نصل بإذن الله تعالى إلى المرحلة الأولى وعديناها ولا ننتقل المرحلة الثانية فهذا ولله الحمد يعني مبشر بالخير وايضا هنا اشاره يعني نذكر قبل فتره تم تعديل في قرار التجمع بدل ما يكون عشرة يكون خمسة وهذا حقيقه من يعني قمه التنفيذ والمتابعه ان لا مانع اذا كان في قرار بحاجه تعديل ان أعدل القرار مره ومرتين وثلاثه وما هو بعيب ولا هو بنقص ابدا صحيح. اذا كان أعدل القرار في سبيل مصلحه الاخرين مثل صح. القرار السابق اللي تعدل يوم كان راكبين فقط بالاضافه للسائق ثم اصبح اربع ركاب واذا كانوا اسره فهذه التعديلات تثبت حقيقة أن المسؤول أو الرجل الأول أو اللجنة القائمة على هذه الجائحة تتابع نعم. بأهمية بدقة. بدقة وبأهمية ولا عندها أي مانع أبدا فلا نهدم ما نتم بناءه فلا نكون إحنا مثل اللي جالس يعمر من فوق وقاعد يهدم من تحت كلها فترة تعال ونعدي ولنا في النسر قصة يعني النسر حتى أنه يعيش حياة طويلة يتعرض لمرحلة تغيير مؤلمة النسر إذا صار عمره أربعين سنة يصير عند المنقارة يعني يلتوي، من يصير ملتوي، ما منحني. يقدر انه يصيد، منحني ما يقدر انه يصيد او انه ياكل الفريسه. فريسة. مخالب الاقدام عنده تطوي الاظافر فيها فتصبح ايضا غير قادره على المسك الفريسه. اضف الى ذلك حتى الريش عنده في الجناحين والصدر يصبح كثيف فلا يستطيع الطيران. الان هو بين خيارين يا يعني انه يمر في مرحله تغيير طويله ومؤلمه جدا فيعيش اطول، او انه يضغط على نفسه ويستسلم لامر الموت او لانه ينتهي عمره. فشو يسوي النسر؟ يذهب الى اعالي الجبال ويبدا مباشره يضرب منقاره في الحجر حتى انه يكسر المنقار. واذا كسر المنقار ينتظر حتى ينمو مره ثانيه. عجيب. ثم بعده آه الله. يبدا ثم بعده يبدا في اظافره في مخالبه يبدا يكسرها حتى تنمو من جديد. وبعد ما ينتهي من هذا وهذا يبدا ينتف ريشه حتى يخرج له ريش جديد آخر فيستطيع الطيران مرة ثانية أيضاً. هذه العملية اللي يمر فيها النسر طولها 150 يوم نتكلم عن تقريبا أربع أشهر يعني أو خمس أشهر خمس أشهر خمس أشهر ولكن هذه الخمس أشهر من الضغط ومن الألم ومن التعب ومن أيوه. الالام يسببها النفس والعزله تخليه يعيش باذن الله 30 سنه قدام الله خلونا نصبر احنا ثلاثة شهور أربعة شهور ست شهور لا قدر الله سنه او اكثر نتعاون فيها احط يدي في يدك ويدك الواحد يد الثاني يدنا في يد الدوله في يد المسؤولين في يد اصحاب القرار في ايد اهل الخبره نصل باذن الله تعالى ان نحقق الامان الصحي اكثر والامان صحيح. النفسي اكثر اذا كان صحيح. هذا الحيوان عزكم الله يفعل كذا فاحنا اولى ان نفعل هذا الشيء لبلدنا ولانفسنا وللانسانيه بشكل عام صحيح جميلة قصتك أستاذ حمزة أعتقد النسرة أيضا تسوي نفس النسر ولا بس النسر اللي يسويها لا كلها oh <applause> 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 طيب <تصفيق> أستاذ حمزة أول شيء تحمد لك على السلامة ويعني عودا حميدا <applause> إلى ساحة التدريب وساحة التفاعل الاجتماعي كما ذكرت نعم نمر بمرحلة نجاح نستحق أن نهني أنفسنا ونهني <applause> القيادة على ذلك لم تفرض الدولة حصار على قطر كانت أعلى دولة بالإصابة ومع ذلك حققت اقل عدد وفيات في العالم بتوازن مجتمعي ومؤسسي رائع جدا ولكن في ختام لقائنا يعني استاذ حمزه ماذا توجه للجمهور من الجديد لديكم لان الكلام بدا يعيد نفسه طول فتره الحصار او مثل طول فتره حصار كورونا يعني بدا يعيد نفسه سواء كلام الدكاتره سواء كلام الاطباء النفسيين فودنا بالجديد اكيد لأ عندك جديد الله يرفع قدرك، طيب احنا الله يحفظك بشكل عام لا نستطيع ابدا التحكم باقدار الله سبحانه وتعالى، صحيح. وما حصل هو قدر من الله سبحانه وتعالى لا نختلف فيه، ولكن نستطيع ان نتحكم في رد فعلنا، نتكيف مع الوضع، ان نحاول ان نسيطر على سلوكنا، نلتزم بالتعليمات حتى نصل باذن الله تعالى للامان. النقطة المهمة اللي تعلمناها حقيقة حياتنا في الثلاث شهور تغيرت. أصبحنا بسلوكيات جديدة، بسلوكيات مختلفة بثقافة جديدة بمعلومات جديدة هذا يدل على شنو؟ يدل على التغير ممكن والتغير في الإنسان في نفسه ممكن والتغير في البيت ممكن وفي المنظمة ممكن وفي الوزارة ممكن متى ما أصبحت لدينا حاجة متى ما أصبح هناك سبب قوي يخلينا نتغير ولكن السؤال يطرح نفسه هل سننتظر ان تاتينا الصدمات والامراض لقدر الله والنوازل حتى نتغير تغيرنا بعد حصار قطر في عام 2017 اصبحنا اقوى واصبحنا افضل كما ذكر ذلك السيد سمو الامير نعم وكذلك تغيرت قطر وتغيرنا احنا ايضا حتى في الكورونا ولكن هنا وقفتين اخيره حتى لا اطيل عليكم نعم تعلمنا ان النعم لا تدوم صحيح صحيح وان لا يدوم الا الله سبحانه عز وتعالى وتعلمنا ان الاشياء التي كنا نعتدنا عليها وكنا نراها بشكل دائم موجود وضروري انها لا ت... وضروري لا لا تعلمنا ان نعيش من دونها وتعلمنا صحيح ان نعيش ب... يعني باشياء افضل منها وتعلمنا حتى في توفير التكلفه في بعض الاشياء الكثيره تعلمناها فلنحمد الله عز وجل ونتقرب له سبحانه وتعالى تعلمنا بنعمه وجود الاطباء واهميه الطاقم الصحي والطواقم الامن والاعلام الموجه واهميه هؤلاء نعم وقيمتهم، لو حاولنا نغرس حب الاطباء وما يقومون به في اطفالنا والجيل نعم القادم يمكن ما نقدر نعم ولكن أكيد اثبتت هذه الاشياء. أكيد إن تعلمنا ان يكون لكل واحد فينا خطه باء، ان يكون عنده بلان بي شيء يتغير. لا نضمن إيه. احنا ماذا سيكون لا. سيد حمزه الدوسري اسف على المقاطعه ولكن وصلنا للختام ونتمنى دائما نستفيد في هذه المرحله وناخذ الايجابيات من من ما مرنا به في ثلاثة اشهر مثل ما ذكرت نحاول نبني ونوصل للمرحلة الرابعة بسلام نتمنى أكيد الجميع يلتزم حمزة الدوسري مدرب واستشاري تنمية ذاتية شكرا جزيلا لك شكرا لكم جميعا شكرا ومن الجميل انتقالنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وجود دكتور يوسف المسلماني معنا في حلقة اليوم وكذلك هذه القصة الجميلة أيضا من الأستاذ حمزة الدوسري والأجمل هو التزامكم بالإجراءات الاحترازيه مشاهدينا الكرام وصلنا للختام وباذن الله نلتقي معكم يوم يوم الاثنين القادم